ارحمنا بهم وترحم على عجزنا وأغثنا بجلال وجهك يا كريم. إلى أمواتكم جميعا مع أموات والدي والديكم من له حق علينا. أهنا اللي العام كان ويانا تحت سقف الحسينيات الآن تحت التراب، لمن ذكرت على الخصوص لمن شيد وأسس وبنى هذا الصرح، أموات أبو حمد جميعا، خصوصا الراحل حج طاهر أحمد أبو حمد أبو عبد الأمير، والمرحومة الحاجة مريم حسين أبو حمد أم جواد، وإلى شهداء العقيدة الإسلامية من بدء الدعوة إلى يومنا هذا. رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم أمن، والله من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مدى الدار لا أنسى عقيلة حيدر، عشية أمست والقضاء مخيم، تودع أهليها الكرام فتنثني مع الليل من عظم الأسى تتكلموا. أحسنت أحسنت. تقول له يا ليل رفقا بحالنا، فأنت بنا من جور صبحك أرحم. أطل يا رعاك الله وقتك إن تجيد طريقا، ولا تخفي لجوك أنجمو. أنا زينب الكبرى سليلة أحمد، وهذا حسين والزمان محرم، وهذا حسين والزمان يا 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 والزمان محرم، ولو فهم الليل البهيم كلامها أرق لها، لكنه ليس يفهم. هايم الحزن زينب،
اللي لا تودع اخوتها وتهل مكسورة الخاطر بالتوديع دمعتها. هاي ام الحزن زينب من جن ليالها ومست، شافت كل بواد الطاف بجيوش العدن ترست. زينب بالهضم والضيم والشر روحها حست، تحاكي روحها قامت وجلها زاد وانضامت. يا فرحتي ما دامت أظن هاي الزلم والخيل أعلكت لحسين لمتها. زينب قصدت السجاد لكن ما لها كل حيل، عقب ما سلمت قعدت تقل والدموع تسيل. عمّة عمّة قل لبوك حسين عن هالدار خليشي. يا عمّة وخايفة منها خلى يرتحل عنها، بيها الشر شوفنها يا عمّة وشوف الدار وحشة وحش منبتها. زينب ويع للسجاد تحكي ويكت ناظرها، تتوسل تبي ترحل وهي مكسور خاطرها. لحظة ولنب السجاد اجاوب جيت سرها، اعلى اختم الحزن سلم قدها قعد وتبسم. جل عنها الحزن والهم حاشاها وسلاها وناشدها على راحتها. العودة صدع للسجاد عن الحال يحشيله، كسرت خاطري عمتي شفتها المدمع تسيله. تقلي قل ابوك حسين خلي يشيل هالليلة، وتريدك يا بن حامل جار الليلة تشيل عن هالدار، تخاف من الصبح لو صار هاي الخيل والجيمة علينا تصير هجمتها. ممنون ممنون. وحسينة قال حسين يا سجاد، وزينب قاعدة وتسمع. يا بويا من ارجع بهالليل اخاف عليك تتلوع. باكر يا علي يا ابني ليك امر الحرم يرجع، الرحيل يصير تكليفك تظل لو ترحل بكيفك، وانا للصبح ضيفك علي يا ابويا. ولو طلعت شمس باكر اغيبا قبل غيبتها. سوا سوا ويلي من سمعت بحكي حسين زينب خلت وقامت تتراجف مفاصلها. يا ويلي وروحها هامت. زينب ليلة العاشر مثل هالليلة ما نامت، من سمعت بحكي حسين ما غمضت الزينب عين. تصوت وين اروحا وين الحرمة عقب ولياها ما تسواش ظلتها. وزينب قصدة العباس والهم قصد وياها،
وحين شافها العباس تتعثر بممشاها طلع من الخيمته مغضيب والزينب تلقاها هلا يا زينب يقلها هلا يا سلوتي كلها وزينب لعت كافلها صدت والقلب داو وياي واختلقت بعبرتها زلزل زلزل اي خويا زينب والقمر عباس تقل يا بالحام الجار سمعت حسين اخوك يقول احنا بهالمسا خطار يا خومو يا ولازم قلبي وخاف من الصبح لو صار يا خويا ولازم قلبي وخاف ان ينهتك ستري الحرمة عقب ولياها ما تسواش ظلتها واجت دخلت الى خيمة الحسين تبعها ابو فاضل قعد بباب الخيمة والحسين متصدر ما يوم العباس قعد يم الحسين زينب عاينة الخوانها قالت لاخويا ابو علي اسمح لي هاللي لا لا ترد لي طلاب قالها امر يا بت علي قالت لاخويا صيح على العباس يقعد يمك قال له قوم يا ابو فاضل اجى العباس قعد يم الحسين اجت وقفت على روسهم قالت خويا فردوا لي خل اقعد بيناتكم قعدت بيناتهم خلت ايد على اجتاف العباس والثانية على اجتاف الحسين وطلت بوجه الحسين خويا يا محلى الاخت لو عدها خوان خوان خوايان تعيش مدلي لو ما يوم ما يوم تنهى الليلة بسرح أنعها ليلة عزاء وأعوذ بالله من قلب الله يخشع لمصاب الحسين ولي شوفوا علاقتها ويا الحسين إش كثر يحبها الإمام لما تزوجت زينب الإمام أسبوعين ما راح ليها ذاك اليوم تعنى وراح لزينب وصل لها قبل أذان الظهر لقاها نايمة القيلولة ما وعاها لزم عبايته يظل للزينة قعدت خويا أبو علي أنت تظللني قامت حبت إيده وقالت ويا روحها خويا الله لا يجيب ذاك اليوم أنت نايم بالشمس ومر على هالحكي 50 سنة وطلعت مثل باكر بت علي من رخصتكم خلت ظهرها للشمس فك عين الإمام شاف فياي قال منو هذه ذكرت قلت لأخويا قضيت نوبك بعد نوبي وانا نوبي لفيلك بثوبي فرد لحظة التفت يا حسين صابي قالها زينب اختي انا عطشان قالت ما ظل دمع وزجيك بالعين ولا تنشره واشريك يا حسين قالها زينب ذبي علي عبايتك ورجعي وين السادة اللي في الماتم ما تنحكي بس ليلة عاشوراء من رخصتكم قالت خويا براقعنا خذوها وسكن العزيزة سلبوها قالها زينب إذا ما عندك ماي ولا عندك ظل ليش طلعتي يا أخوي يقول قعدت خلت إيديها على كتف الأيمن وطلت على وجهه
قلت لأخي وريدت وعد عوياك وياك وياك ما ينحمل يا حسين فرقاك وياي وياي آه ما جور أولي أنا عندي ليلة عاشوراء من دون هاي الأبيات اللي بقراها لكم الآن ما أشوف فيها طعم إلا بهالأبيات والوحدي هما الهذوق وانت معزي يا أخوي شوف هدومكم سود ووجوهكم كئيبة وحزنانين أدي طقوس الماتم عيني أنت ولا شافت العسكر واصبحت أجزينا بحزينة نادت على العباس يا حامي الضعين شوروا على الوالي يرد بينا المدينة قبل المساء يمسي وقبل يهود الليل قالها شلون شلون انا اتقدم لاخوي حسين بالشور مدها اخويا مدها الله يمد في عمرك شلون انا اتقدم لاخوي حسين بالشور والارض هذه كربلاء والشهر عاشور فوز وسعاده ومرجله ونور هنا محل المرجله وحل الرجاجي هاي قرايه مال ترجاجي لي والله هنا محل المرجله وحل الرجاجي خافي يقول حسين ما شاروا علي خافي يقول حسين ما شاروا علي إلا من الذلة وخوف من المنية وأنا على اسمي خوش أنا ما خاف جدوم السرية الخو الموت ما هابه ولا خيالة الخير أين الصارخون حسين يا هذه يا زينب كربلاء عزنا وسعدنا اسمع آخر شطر بهالبيت هذه يا زينب كربلاء عزنا وسعدنا لو ننطرد بالسيف عنها ما انطردنا الله يعينك على المصايب من بعدنا الله يعينك على المصايب هاي بعدها ما لها ذوق إلا بهالليلة أريد ثلاث مرات الزلزل بها الماتم وعلى حسين واحد ولي طويلة طويلة نزولا عند رغبتكم عسى انك يا هالليلة طويلة طويلة ويتودع الخلم من خليل يتودع الخل من خليلة ما ابن والدي قرب رحيل والله ابن والدي قرب أطل يا رعاك الله
وقتك أن تجد طريقا ولا تخفي لجوك أنجم. بروي لكم شنو صار من الصبح لحد الليلة، وآخذ جانب من باكر شوية بس حتى أترك التفاصيل للمقتل. خادمكم إن شاء الله باكر ساعة 8 أقرأ المقتل بإذن الله. اليوم الصبح بعد صلاة الفجر شمر ابن ذي الجوشن ركب فرسه وإجا للكوفة. شقد المسافة على فرس من كربلاء للكوفة؟ والجادة سمحة، الضحى طب الكوفة. مستقيم راح العبيد الله بن زياد. هاشم رش جابك؟ قال له من ثاني محرم نزلنا بكربلة، ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن واليوم 9، يعني 8 أيام احنا بكربلة. لمينا القبائل وحشمنا الوادم وهالآلاف التمت تريد رعاية وخدمة وحماية وفلوس وأكيل وعايفين بيوتهم وعوائلهم. شنو المعنى 10 نفرات ويا الحسين قاعدين واحنا آلاف ملتمين وليلي عمر بن سعد يتفاوض مع الحسين؟ جايين نتفاوض احنا؟ شوف شوف الخبيث. ما تخافون انتم؟ يقول العبيد الله بن زياد ليلي الحسين يوقف يخطب علينا. بالله حشمهم باسم جده والناس خذوا له واجوا وياه، اذا ما صاروا وياه يطلعون بس من عندنا. يجوز هاي خطه من عنده، تاني مجموعه تجيله من اليمن من الحجاز. انتوا عندكم بالكوفه 20,000 عجمي جايبينهم مشوينهم بختم العبوديه، هذول هسه اذا مو حبا بالحسين كرها بيكم انتم، يسوون بلبله وثوره بالكوفه. شلكم بها هسه قاعد يتفاوض عمر بن سعد ويا الحسين؟ واحنا لو نغير عليهم بخيلنا نقتلهم ونصبح الدهن بعد، شنو هالتاخير هذا؟ حتى لا تغيب على اخواني الكرام، ترى هاي كربلاء الذي هيك صدعت قلوبنا 8 أيام بس. الحسين نزل يوم ثاني محرم بكربلاء، يوم نزل بكربلاء وخيم ما في أحد بكربلاء غيره وغير أهل بيته. يوم ثالث محرم أول كتيبة وصلت وقفت جد الحسين، ويوم ثالث ورابع وبدت تجي يومية كتيبة. لمن ما حوطوه هذا الجمع تكاثر تكاثر بحيث صار جد الماي، عرفتوا؟ هالذي يوم سابع منعوا عليهم الماي، الماي اللي عندهم في بيوتهم خلص يوم ثامن، يعني يوم 9 ويوم 10 ما عندهم ماي. عبيد الله بن زياد قال للكاتب اكتب يا ابن سعد اذا اجت لك رسالتي تمتثل الاوامر شمر، يعني للرسالة مكتوب فيها يقول لك نقتل، اذا لا تكون بامرة شمر. اخو عرفت شنو المعنى؟ هذا الخبيث هاي السوايا كلها سواها في سبيل شنو؟ الامرة، الزعامة، من اجل دنيا منتهية، هاي العجب بالنفس، هذا الانانية، هذا حب الدنيا يا شباب.
هذا الدين اللي وصلنا ببركات منبر سيد الشهداء. ترى الحسين مثلي ومثلك يتألم، بشر، إذا واحد ينجرح شي يصير به؟ مو تفكر انت هواية مسوي للحسين، عود لطمت أديت حقه الخيل داست صدره ذاك، انت مأدي شي كله من أجل كرامتي وكرامتك. فاللي يريد يرضي الحسين ويثلج صدره ويريح باله ويستجيب لنداءه يستقيم قدر الإمكان. مثل هالليلة هذا موجه من منبر سيد الشهداء لكلكم من الشيب والشباب الأخوة والأخوات، وهذا أمون عليكم شيف على منبر سيد الشهداء. هالليلة راح أقول مفردة إن شاء الله الكل يمتثل إلها بإذن الله تعالى. وإلا ذول سووا بهم، خذ الرسالة وإجا بيها شمر، وصل بعد أذان الظهر وين؟ لكربلاء، طب على خيمة عمر بن سعد. طبعا تعرف هذا عمر بن سعد هو كثير مشهور عندنا اسمه، لكن أبوه مو إنسان عادي بالإسلام، أبوه يسمونه سادس الإسلام، من خوال النبي، من بني زهرة، ممن رشح للشورى في ضمن الستة، يعني مو مجهول بالمسلمين. هذا شوف ايش سوى ابنه، هذا عمر بن سعد. وصل شمر طبعا لخيمة عمر بن سعد ما لقى، وينه؟ اين الامير؟ قالوا له يسبح بالفرات، راح له. قال استأذنوا لي على الأمير، هو فاقد الشمر ماكم من الصبح. فطلع بعد احتراما لكم للمنبر، مو كل شيء أنقل لكم، لأن هم أكرمكم الله، ناس تربية ما أدهم، أدب ما أدهم، لا أخلاق لا إنسانية لا ضمير لا ذمة لا دين، كل شيء ماكم، ناس طماعة كواسر، والله أكرم الله محضركم الحيوان أحسن من عدهم. الله يقول بل هم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. هذا الذي ما يراعي الطفل والطفل وطماء وسلاب، الناس ولي نعمته ولاة أمره هيك سوى بهم. طلع عمر بن سعد يلبس ملابسه ويغلط على شمر، فعلها ابن فلان هيك غلط عليه. لما تلاقى ويا نظراتهم تبين البعضهم متوترة، قال له هاي رسالة من ابن زياد، فتحها قال له شمر انت خوم انت شريف، لكن انا بهالفترة اللي شفتني جاي اخر مقتل الحسين، لان هذا قطرة من دمه، هذا الزلم ما تعرف انت عن الحسين، يقول له قطرة من دمه تساوي الدنيا كلها، فصعب علي ان اريق دم هذا الرجل، ردت لعلي اقدر ارضيه اقنعه يجي للمصالحة للبيعة حتى افوز بالحسين وبيزيد. بس انت الان مدام تسرعت وتريد تحتال علي وتاخذ مكاني، أنا حتى لو أطب بجهنم بقتلي للحسين ما خليك تصير آمر علي قتل، الآن أقتل الحسين. شو ما يدري هالليلة ينام عمر بن سعد يستلقي ويفكر، أترككم الكري والري منيتي أم أصبح مأثوما بقتل حسيني؟ قالهم يلا نقتلهم الآن حتى نصبح باكر عده لنا. لما القادة وكل واحد من القادة صح على الكتيبة مالته، زين ذولا تصوروا انتوا اذا تسوون ونة تصير ضجة بالحسينية، كيف ذولاك على اقل التقادير 30,000 فد مرة يردون يجرون سيوفهم؟ شنو من صوت يصير؟ فد مرة يصير استعراض صهيل الخيل؟ ضجت كربلاء
هذا ما دعا الحسين وأهل بيته وأنصاره يطلعون من المخيمات والمخدرات يوقفن عند سواتر المخيم. هذا النداء شنو اللي أرعبنا؟ الحسين صاح على العباس قال له روح شوف شنو الخبر. راح العباس وإذا عمر بن سعد قال له نقاتلكم الآن. قال له خلق المولاي رجع. هاي الكلمة بقولها ليكم حتى يمتثلون فيها الشباب الحسينيين لأوامر مولاهم. قال له الحسين روح قلهم يطون سواد هالليلة بس الليلة. أويلي عليك أبو علي دنيا كلها ملتمة عليه ومحاصرين بكربلة بس هو وخوانه وولاده وخواته والشرفاء من أصحابه. ليش سيدي هو أنت الليلة وباكر تموت؟ اسمعوا شباب العقيدة. قال لأنني أحب تلاوة القرآن. هالليلة احتراما لإمامك الحسين قبل لا تنام صفحة من القرآن تقراها وتهديها إلى شهداء الطف، هم أكرم من عندك، يدعو لك بالتوفيق في الدنيا والآخرة إن شاء الله. قال له وأحب الصلاة أرد أصلي. راح قال له مولاي يقول انطونا سواد هالليلة. عمر بن سعد ساكت يعاين للقادة شي يقولون. هم هم سكتوا، بعضهم قرى نظرات بعض أنه لا بأس، هسه احنا صبرنا هاي 8 أيام هالليلة هم إلكم. عاد من رجع وقال له مولانا انطونا سواد هالليلة، وقف مؤذن الحسين، صار المغرب يريد يأذن الأذان المغرب، والحسين قال له من رخصتك انت لا تأذن اليوم، اللي أذن وليدي علي الأكبر أدى اسمع صوت جدي رسول الله، أرد أودع ولادي وعيالي. وأذن علي الأكبر وصلى إمامنا الحسين بأصحابه وأهل بيته. هذا العظيم سيد شباب أهل الجنة خلص صلاة وراح نزوب وحده بخيمته، خذالة وصلة مالت حديد وجاب السيف وظل يبرد السيف بالحديدة ويخاطب نفسه يا دهار أم داك من زمان غمك من دنيا، يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيلي، من طالب بحقه قتيلي، إنما الأمر إلى الجليل. الإمام زين العابدين يقول وعمتي زينب تمرضني، يعني ممرضة، يقول ما حبيت عمتي تسمع هذا الصوت، ولكن مخيم والصوت تسوق الرياح بمسامعي، لا والله سمعت عمتي قامت أسمعها تحاكي تقول لأبو علي تنعى نفسك. قالها تعالي سولف لك زينب أنا باكر أموت، خويا بس قالها أموت أغمي عليها، زين هذه قالها أموت أغمي عليها، شاباتشر من تشوفها ميت شي يصير بيها؟ يقول لما أغمي عليها الحسين جاب إيده خلاها على قلب زينب، ما أدري شنو قرأ، قعدت مثل الجبل وراحت طبت على مخيم النساء. يردني أرفن الخبر، هاي ابنة علي، شنو معنى كلام مولانا الحسين؟ قالت أثاري أثاري حسين عدنا الليلة خطار خطار وباكر ينذبح هو والأنصار، أنا خايفة والقلب محتار على بدر السلف ونجوم الأزهار، قوما بنات النبي خيطا خيمشا. ما تقرون هايل زلم ما تظل باكر
وراك انسب اويلي ما تظل ظلمنا. ورجعت زينب للحسين، لا شوفك تبكين يا زينب، قلت لبناتك يا خويا لو عني عطاشة ويردن ماي مني، وانا تمرمرت من زقر اي وانا زينب اللي يحجو اللي يحجون عني اويلي. وبالفعل اجت زينب قالت للنسوان يلا كل وحدة بيتش انا تودع وليها وولده، قوموا يا ليلى قوموا يا رملة قوموا يا رباب. انا هم اقوم يا زينب؟ قالت نعم. وصدق لما صار باكر لما انقتلت كل اهل بيته وولده واصحابه انتش على الرمح مثل الغريب وصاح وغربته، تقول زينب شفت عبد الله شال ايده بالمهد، يعني تعال اخذني يا ابويا هذا اخر جندي. اقبل به الحسين الى ساحه القتال، قال يا قوم ما الخطب الفظيع، نبؤوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، صارت بلبلة بالقوم قالوا اسكوه، البعض قالوا لا تسكوه، البعض قالوا لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. حرملة يسولف للمختار يقول لو أنا من الرماية اللي ما يخطئون انطوني 7 سهام صبت ب3 وخطيت ب4، أما الأول صبت بعين أبو فاضل. ما يتحرك المعتم الليلة، أنت ليش تعايل لي؟ أنا جاي أقرأ لك رثاء أهل رسول الله. أما الثاني ذبحت بعبد الله الرضيع، أما الثالث رميت بقلب الحسين، أين الصارخون؟ قال له ما أقسى قلبك يا حرملة، ما بكيت؟ قال له بلى، من صبت الطفل بالسهم كان مقمط، حس بحرارة السهم، طلع ايديه من القماط وشبق أبوه وكان يقول له دخيلك يا ابو علي الحقلي. سمعت كلمه من شيخ حسين لفهيد الله يكتب سلامته، تدري شو يقول؟ قال له لا ما يقول له الحقلي، قال له ابويا اشوى السهم صابني ما صابك يا ابويا. وجاب الولد واخذ للمخيم، افتر بي من ورا الخيام وجابه وخلاه بالمهد، قال زينب روح يصيح الأمة خل تجيني. جت أمة بناها الولد شارب ماي وهادئ، يا أخويا مدت إيدها عليا ونقعت إيديها بالدم، ولك لا يما يا وليد أغلى بختك، أغلى بختك تخلي أمك تنوح وتبكي أختك، ترد لي وحشة الغياب ردتك وتمشي لو متتجناز بي. أردن أساعدني هذا البيت اللي تصرخه وصوت، طلعت أمة من المصيبة تصرخ بحال فظيع، طفل ومخضب بدمك يا عبد الله الرب، ردتك التالي زماني لا أظل حرمة وضي، كان ودي تصير سلوى لا تروحي لك فدا. يما يا هذا الماي كون انقطع جروانك، يجري الماي وانت تلوج بلسانك، أيا المفطوم يا ابني
قبل ميحانك وتهز بالمهد متوهمة وتقول له يما يما الخاطر امك نامي يا وليدي. اي خويا اي اويلي الخاطر امك نام يا وليدي ترى المني تريده ما هو بيدي اكثر من وريدك يا بس وريدي. اسمعوا هالكلمة يرويها امامنا زين العابدين يقول لما ما خليت ابوي بقبره رتهيل علي التراب دنقت على عظم نحره وحبيته وسمعت صوت من منحر ابوي علي ابويا اخيك لا تبعد لا تبعد اريدك على صدري توسده. ام تحاكي يما يقلوا لي اعلى صدر حسين نايم يا بعد عمري ابيك كسر وصدره تعال اخفى على صدري. وحسينا ولك يما بس هاي ما كانت ببالي اهز بالمهد. هاي ترويها زينب عنها تقول لما ردينا للمدينه اشوف ام الرضيع ما تنام بالليل اقلها رباب تبعد ما عندك طفل نامي تقولها مو بيدي يا زينب من اقعد بالليل افز بالليل مرعوبه وهزا للمهد بيدي بحالات النوم يا زينب حسبالي بتش وليدي. وقفت الناس وصاحوا أجب أنت يا حسين على القتال لما قتل ولده يقول تركهم وودى عياله وطلع صاح من يقدم لي جوادي وأنا ابن رسول الله كان أبو فاضل يخدمني الأكبر يخدمني. وجت لزينب قالت لأخوي أنا بخدمتك جابت الفرس وقالت لأرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حمن وكفيله صعد على صهوة فرسه حركها ما مشت زجرها ما مشت. زينب قالت لأخوي لا تلوم الفرس لو ما مشت أبو علي عاين الرجلين الفرس عاين وإذا رقي شابق رجلين الفرس تقول له وين ماخذ أبوي. نزل الإمام وقعدها بحجر أبويا بويا ما قلت بت تضيع بعدي يا هبتي ويا نجم سعدي. وعلى صهوة فرسه وهالمرة يسمع نداء مهلا مهلا يا ابن الزهراء. التفت الإمام وإذا هي زينب ها أخويا اشتردين قالت لأخويا انزل من على ظهر جوادك. نزل قالت لك شف لي عن صدرك شمته في صدره قبلته في نحره خلي بالك وياي. والتفتت إلى المدينة صاحت يما يا يما أمانة ردت وديعة استرجعت. قالها زينب أي أمانة أي وديعة. قالت لأخوي تتذكر مكسورة الضليع قالت لي قبل لا يبرز المظلوم قبلي قلبه صدرا لأن قلبه بالمثلث يطلع من خرز ظهرا وتالي الشمر يا زينب يتربى وعلى حسين وحزني على حسين وحزني. وراح أبو عبد الله هاي أعظم بيت أقرأ هالليلة هذا وريد صرخة وصوت تقول زينب بين ما أنا قاعدة بالخيمة وأنتظر عودة الحسين وفرد مرة أسمع ضجة الأعداء ويلاه ولي أما العزيز حسين يا زينب ذبحنا وعمود خدرك بالفضل شفا قطعنا.
أما الولد الأكبر علي بالخيل دسنا والقاسم العريس متوسد يمين. صاحت لودي عتاب لأهل الجفوني بديار غربة ضيعوني مهلا مهلا الوداع الوداع يا ابن الزهرة الوداع الوداع مهلا مهلا ولي هذا تالي وداع بينك وبيني هذا تالي وداع بينك وبيني منك اشبع شوف يا نظر عيني منك اشبع شوف يا نظر عيني من غبت عني من يباريني من غبت عني من يباريني يا ابن الزهرة الوداع مهلا ما أدري ليش ما تحكي والله عجيب ما تقرأ ما تقرؤ فحطت تعبت أنا تعبت ما تصيحوا وياي مهلا ولي وهذا تالي وداع بينك وبيني هذا تالي وداع بينك وبيني منك اشبع شوف يا نظر عيني ومن غبت عني من يباريني من غبت عني من يباريني يا ابن الزهرة الوداع مهلا الوداع 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 ماجور الوداع 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 ولي وهذا تالي وداع بينك وبيني هذا تالي وداع بينك وبيني منك اشبع شوف يا نظر عيني منك اشبع شوف يا نظر لو غبت عني من يباريني لو غبت عني من يباريني يا ابن الزهرة مهلا الوداع الوداع يا ابن الزهرة ولي ولي ويا الرضعتي ويا خوة من أمي يا الرضعتي ويا خوة من أمي يا العالم ألقاه ينجلي همي يا العالم ألقاه ينجلي ويا اللي ذب عطره والدي وعمي يا اللي ذب عطره والدي وعمي يا ابن الزهرة الود الكم مهلا لا تلطم لا تلطم اي خويا اي مهلا 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 ويا الرضعتي ويا خوة من أمي ها يا الرضعتي ويا خوة من أمي يا العالم ألقاه ينجلي همي يا العالم ألقاه ينجلي همي يا اللي ذي برده يا اللي ذي بعطره والدي وعمي يا اللي ذي بعطره والدي وعمي يا ابن الزهراء الوداع
إلكم. مهلا خويا غمور، ما فارق يا تكبيه تذكر يوم كنا صغار، من حضن امي الزهراء الجوانح حيدر الكرار، عيوني اتبحر بوجهك وقلبي وياك ليل نهار، وبسماتك العين نور وصوتك بالقلب صداح. مهلا مهلا وين الملا يا ريت انا ايامي علي من زغر، يا ريت ودمعتي ما رقت من يوم، يا ريت سالم تظل خويا حسين، يا ريت واروح انفد ولاك يا ابن الزكية. مهلا مهلا.